تنشر صوراً لصاروخ جديد لحظة إطلاقه من الزوارق السريعة التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، وهو صاروخ قصير المدى. وإلى جانب إطلاق الصاروخ يظهر أيضاً ضرب هدف بطائرة انتحارية بدون طيار تشبه درون لانسيت الروسي. أجرت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي من طراز ذو الإفقار من سفينة حربية، ونشرت لقطات الإطلاق يوم الثلاثاء، وقالت إن الصاروخ الذي يبلغ مداه 750 كيلومتراً أطلق من حاملة طائرات الشهيد مهدوي، إذ نجح الصاروخ في إصابة هدفه بنجاح. والصاروخ هو أحدث إنجاز مشترك لبحرية الحرس الثوري الإيراني والقوات الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث ضرب هدفه المحدد في صحراء كفير وسط إيران. كما أجرت البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية للمرة الأولى تجربة إطلاق صاروخ باليستي من طراز ذو إفقار من إحدى سفنها البحرية. ومع هذه القدرة الجديدة على إطلاق الصواريخ من السفن، ستتمكن السفن الحربية التابعة للحرس الثوري الإيراني من الآن فصاعداً من حمل أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية التي يصل مداها إلى 1750 كيلومتراً. حاملة الطائرات الشهيد مهدوي هي سفينة حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني، يبلغ طولها 150 متراً وتزن 4000 طن. والسفينة الحربية هي سفينة متعددة الأغراض للعمليات بعيدة المدى ومزودة بالصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات.